خلونا نهدي نفوسنا في محضر ربنا ونقول يا رب احنا جايين بنشيل كل حاجة عند قدميك، نحط بنطرح كل الأمور يا رب عند قدميك، وبنعلن اشتياقنا يا رب اليوم ان احنا نتقابل مع شخصك مقابلة شخصية. حتى لو كنت حاسس انك بعيد جدا، يسوع مشي طريق عشان يتقابل مع السامرية. مكتوب كده ان اجتمع اتنين او تلاتة باسمي هناك اكون في وسطهم، فهو هنا في وسطينا. فخلونا نهدي نفوسنا ونقول يا رب احنا فرحانين ومشتاقين ان احنا نتقابل معاك النهاردة، فرحانين لان احنا هنشوفك وهنسمعك. امين. يا رب احنا بنعليك يا رب، ليك كل المجد والكرامة، مشتاقين جدا لحضورك اليوم يا رب، مشتاقين ان احنا ندخل الى قدس اقداسك، مشتاقين ان احنا نتقابل معاك ونسمع صوتك. تعال يا رب انت شيل كل حمل، تعالى انت رب وافتح عينينا وافتح شفتينا، فنخبر اليوم يا رب بتسبيحك. ادينا يا رب اليوم ترنيمة جديدة تمجد شخصك وترفعك وتعليك وتكون دايما يا رب في مكانك في حياتنا. تعالى خد مكانك اليوم في وسطينا يا رب، انت سيدنا، أنت إلهنا، أنت راعينا، أنت أبونا، ملك الملوك، رب الأرباب، الألف والياء، البداية والنهاية، كلي القدرة، كلي العظمة، محب ألزق من الأخ. مبارك اسمك يا رب، أنت مستحق. بنتغطى يا رب بدمك وإحنا داخلين لقدس أقداسك يا رب، نقولك احنا داخلين على حساب الدم، على حساب النعمة. نقولك مع الملائكة قدوس قدوس، مجدك ملء كل الأرض. مبارك اسمك يا رب. أمين. خلونا في الترنيمة الجاية. الترنيمة الجاية بتقول هيا نقوم كلنا نرفع أصواتنا نهتف لمليكنا القدوس. خلونا نشترك في تسبيح والعبادة الوقت اللي جاي، خلينا نشترك مع بعض. صوت الملائكة يعلو
23. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا،
إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. أمين. الترنيمة اللي جاي بتقول مين رايح يفصلني عنك، وانت اللي فديت نفسي بدمك وربطت حياتي بحياتك. قول يا رب لا شدة ولا ضيق ولا جوع ولا خطر ولا أي شيء يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح، عن محبة هذا الراعي العظيم. لو انت حاسس انه ابليس بيشتكي عليك، ولا حاجة تقدر تفصلنا عن محبة المسيح مهما حصل. امين. كده في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني. تنيمة الجاي بتقول راحتي يا رب حقا أن لي فيك مكان. خد مكانك، خد مكانك، وقول يا رب ده وعدك ليا، إنك وعدت في مراع خضر تربدني، إلى مياه الراحة توردني. أمين. كل ما خارق قوايا من تعب.
سمعت تعليق عجبني جدا، فرق معايا قوي. التعليق ده بيقول في حد تاه في مصر قبل كده؟ I think كلنا. تخيل ان انت رايح مكان مهم جدا وتهت في الطريق، وانت ماشي في الطريق لاقي كان يقول لك ادخل من هنا، لا ادخل من الناحيه الثانيه، واصوات كتير جدا جدا تبتدي تتكلم عشان تعرف توديك. وفجأة بتلاقي نفسك وقفت في النص، انتش عارف تروح فين، ما انا دخلت كده مش نافع، مش لاقي الطريق. فتخيل وانت تايه كده تلاقي حد يجي يقولك I'm gonna share location with you بلغتنا العصرية حاليا، وفجأة يقولك هو ده المكان، هتدخل من هنا ويبتدي يقولك انت رايح فين. بس تخيل لو الحد ده في حياتك هو ملك الملوك ورب الأرباب، هو الراعي الصالح، هو اللي وعد إن هو ربي رعية، هو الراعي، هو اللي بسمع صوت خلفي يقول لي هو ده الطريق اسلك فيه، ولأنه الراعي الصالح فأنت أكيد هتوصل. في يوحنا 10 لو سالي ممكن تطلعيها، يوحنا 10:27 بيقول كده خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطف أحد من يدي. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. التنيمة اللي جاي بتقول ليه بتهتم وليه بتخاف وانت معاك راعي الخراف اللي وعد بحنانه يحمل ابنه حبيبه فوق الأكتاف. أمين. أمينك قلبي رقيق بإني معاك
نرنم في الترنيمتين الجايين ونسبح ربنا ونقول غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم لي، خلوا هتاف تسبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه. الراعي الصالح اللي بيقود حياتنا هو الإله الغالب المنتصر، قائدنا العظيم. أمين. غنوا معايا يا شعب الرب،
جاي بتقول وبنشهد ليك انت الله العظيم، وبنسجد ليك يا راعينا الامين، وبنشهد ليك يا ملك السلام. خلونا نسبح مع بعض الترنيمه دي ونهتف، قول له يا رب جايين بنغني وبنعلن يا رب صلاحك ورعايتك وقيادتك الرائعه لحياتنا. امين. ذبيحة حمد وبنرفع شكر قلوبنا وبنهديله كل المجد، عايشين أيامنا في خير وبيمتعنا بكل غنى، احنا ولاد وشعب غنم مرعى، وبنشهد ليك انت الله العظيم، وبنسجد ليك يا راعينا الكريم، وبنهتف ليك يا ملك السلام. ده في غربتنا النعمة بتكفينا، وفي شدتنا فرح الرب يقوينا، يعلى التسبيح ويدوم
عشان كده بنغني ومش خايفين، والضحك بيملى حياتنا ولو في الوادي دموع وأمين. احسان الرب حمينا، مراحمه جديد كل صباح، وبيملى ليل الغربة بأفراح. وبنشهد ليك انت الله العظيم، بنسجد ليك يا راعينا الكريم، وبنلتف ليك يا ملك السلام. ده بغربتنا النعمة بتكفينا، وبشدتنا فرح الرب يقوينا، يعلى التسبيح ويدوب كل الأيام. ماشيين ويا في موكب نصرة، وغلبين بسلاح الروح، وحياتنا بفور قدامه وعطر جلاله من هيفوح. وإله النعمة يقوي ويثبتنا في الإيمان، ويمكننا باسمه السلطان. يا رب احنا بنباركك لانك راعي نفوسنا الصالح، بنباركك لانك ابونا الاله الحي القدير العظيم. بنباركك يا رب لان حتى لو تهنا، حتى لو سكتنا تاهت في الطريق، بنسمع صوتك يا رب خلفنا يرجعنا تاني ويقودنا للطريق اللي اكيد هيوصلنا لبر الامان. شكرا ليك يا رب لانك راعينا. بنطرح كل خوف يا رب، بنطرح كل قلق، وبنعلن ثقتنا وإيماننا يا رب في وعدك اللي حملنا كل الأيام. بنباركك يا رب، أنت إله عظيم، وبنشهد لشخصك والأمانتك والرعايتك يا رب طول السنين لحياتنا. مبارك اسمك يا رب، ليك كل المجد. أمين. بنرحب بكم كلكم في بيت الرب. وعايز اقول الليله الرب رتب ترتيب غريب جدا. معانا الاسيس انور فهمي لاول مره يكون موجود معانا، هو راعي الكنيسه الانجيليه في 15 مايو، مظبوط 15 مايو، المدينه الجديده اللي عملها السادات دي جنب حلوان. اول مره اعرف اسم المدينه دي على اي حال. وقال لي انا مشغول قوي اتكلم عن الكرازه، والأخ نبيل كنت بتكلم معاه على أساس أنه يشارك معانا بعض الاختبارات بتاعته لما كان في لبنان وبعدين راح في مصر. وبعدين لقينا في بداية الاجتماع المجموعة الكبيرة اللي قاعدة ورا، يمكن 15 20 واحد واحدة جايين عشان برضو بيطلعوا لميشنز، وجايين منتظرين عايزين يشوفوا يعبدوا الرب وياخدوا تيست، يعني زي ما بنقول مختلف عن الخدمة في الشرق الأوسط إلى آخره. فقلت يا رب أنت يعني كل ده كده معمول، لو حبيت ترتبه ما كانش ينفع، لكن مش معمول بقى على الهوى، معمول بالروح القدس. عشان كده أثق أن الرب سيتحدث إلينا في هذه الليلة. I wanted to welcome everybody in the back, and I wanted to tell you that we have not really planned to speak about evangelism, but it was God's guidance of two portions of the service, and I'm going to be translating specially for you, so we're going to cut the service short. معلش أسيس أنور. After that we're going to hear some about some experience from actual missionary that went to Lebanon and to the poor areas in Egypt. He's going to say, to share maybe 5 minutes about what the Lord, or 7 minutes max, how the Lord used him and how things went. عشان كده احنا يعني شاكرين الرب من اجل كل هذه الترتيبات. فبدون مضيع وقت خلونا نرحب بالأسيس أنور.
We welcome. This is the first time Pastor Anwar comes to the church, and he's coming from Egypt, and he is a pastor of a church over there, and he's going to speak about evangelism. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. كم واحد اختبر الرب مخلص شخصي؟ How many of us know the Lord as a personal savior? Amen. كم واحد بيكرز باسم المسيح؟ And how many evangelize in the name by the name of Jesus? اللي ده حلاوة المسيح ما يقدرش يسكت. Whoever tasted that the Lord is good cannot be silent. ازاي نوصل رسالة المسيح للأطفال والكبار، للناس اللي بنتعامل معاهم في البقالة، الميكانيكي، في المواصلات، ازاي نوصل رسالة المسيح؟ It is very important that we know how to communicate the message of Christ to the children, to the people that we come across with, to the mechanics, to those that are studying with us, to everybody. اولا انا بشكرك يا أستاذ نبيل على دعوتك وعلى محبتك، ربنا يباركك. He's thanking me for thanking the church for inviting them. شكرا للكنيسة ولكل مجلس الكنيسة، ربنا يبارككم. We باركك. Thank you. هتكلم النهاردة عن السامرية في إنجيل يوحنا أصحاح 4، لكن بتذكر قبل ما ابتدي كلامي اسمه إيه ده، يهوذا وهو واقف قصاد يوسف قبل ما يعرف إن يوسف هو أخوه. We're going to be talking about John chapter 4 about the Samaritan woman, but before I start I wanted to talk about Judah who is the brother of Joseph. ايوه، وبعدين واقف قصاده يدافع عشان يخرج شمعون من الحبس، فبيقول كده في Who came because he wanted to take his brother Simon from the jail where he was jailed. يقول له كيف اصعد الى ابي والغلام ليس معي. And he said to the to Joseph, how can I go to my father and the young lad is not with me. لذلك الرب النهاردة عاوز يشجعنا ان احنا ناخد اخواتنا معانا. So the Lord is encouraging us to take and bring our brethren with us. يهوذا لما اتكلم وقال الكلمات دي يوسف انفجر في البكاء. When Jude said these words, Joseph exploded in tears. ما كانش مصدق نفسه ازاي الشخص ده قلبه حامي قوي انه ينقذ اخوه من الهلاك. He couldn't believe how this person's heart is so full of love that he wants to save his brother from death. الذي لا تحصده الكنيسه يحصده ابليس. What the church will not harvest the enemy will. لذلك النهارده خلونا نقرا اعداد قليله من انجيل يوحنا اصحاح 4. Therefore, we're going to read a few verses from the Gospel of John, chapter 4. من عدد 25. Starting from verse 25. اللي يقدر يقرأ معايا يبقى كويس، من عدد 25 في إنجيل يوحنا أصحاح 4. قالت له المرأة: أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ قال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو. وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. وفي أثناء ذلك سألوا تلاميذه قائلين: يا معلم كل. فقال لهم: أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم. فقال التلاميذ بعضهم لبعض: ألعل أحد أتاه بشيء ليأكل؟ قال لهم يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. أما تقولون أنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول إنها قد ابيضت للحصاد. أمين. اتفضلوا. Hear it from 25 to 35. اوكي. اصحاح 4 في انجيل يوحنا بيكلمنا عن لقاء من اروع اللقاءات في الكتاب المقدس. Chapter 4 of the Gospel of John talks about one of the most amazing meetings in the whole Bible. في 5 نقاط هنا سريعه. السامريه كانت تائهه، السامريه مجادله، السامريه منتبهه، السامرية مختبرة، السامرية كارزة. 5 points that are very important.
he was talking about the Samaritan woman who was lost. The Samaritan woman was argumentative. The Samaritan woman was paying attention. The Samaritan woman experienced something. The Samaritan woman became an evangelist. لذلك هنتكلم بسرعة علشان ما ناخدش وقت طويل. السامرية تائهة كانت في ضلال عظيم، كانت بتتخبط في حياة الفساد والفشل بعيد عن الله. The Samaritan woman was lost. She lived a life away from God totally. كأنها بتقول مع قايين أنا تائهة وهاربة في الأرض. As if she's saying with Cain, I am running away in the land. لم تكن تبحث عن يسوع، لكن يسوع كان يبحث عنها. She did not seek Christ, but Christ sought her. وانا عاوز اقول لكل واحد، حتى لو انت مش بتدور على يسوع، يسوع بيدور عليك. And I want to say to everybody, if you are not even looking for Christ, Christ is looking for you. يسوع بيدور على كل الناس مهما كانت خطاياهم. He's searching for everybody regardless of their sin. الست دي كانت أسوأ واحدة في المدينة. This woman was the worst in the city. لكن الرب خلاها مفتاح الكرازة في المدينة. But the Lord used her to be the key of evangelism in that particular city. الرب صبر عليها كتير. The Lord was so patient with her. كان متعب جدا وهو قاعد عند البير. He was tired when he was sitting at the well. كان عطشان. He was thirsty. لكن أهم حاجة أن يربحها، أن يربحها وينقذها من العلاج. But his utmost was to win her to him. المرأة دي اتعجبت إزاي يسوع بيطلب منها أنه يشرب. The woman was surprised how can a Jewish man ask her to give him to drink. لأن اليهود ما كانوش ينفع يأكلوا في بلد السامرية، كانوا يأكلوا لو راح مثلا السامرة يطلب بيضة مسلوقة عشان يقشرها، لأن يعتبر السامريين نجسين. The Jews considered that the Samaritans were impure or unholy, and this woman, she has a Jewish man asking her to give him to drink. فالمرأة كانت متعجبة جدا، وفي توهنها الرب اهتم بها. So she was so surprised how come this person is taking care of her. المرأة دي كمان كانت مجادلة. This woman was also argumentative. لذلك الرب عاوز يشيل الحواجز الطائفية والحواجز العرقية اللي بين البشر. And the Lord intended to remove the racial discriminations or hindrances between people. وهي بتجاوب يسوع بتقول له لعلك أعظم من أبينا يعقوب. When she was discussing things with Christ, she asked him a question. She said, "Are you greater than our father Jacob?" كانت يسوع كان بيقول لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك يعطيني الأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. And Jesus said to her, "If you knew who was asking you to give him a drink, you would have asked him, because he will give you an eternal life." رب يسوع عاوز يخرج من بطنها انهار ماء حية. Jesus Christ wanted to bring living waters out of her innermost being. ما زالت هي سطحية. She was still superficial. ما زالت بتفكر بطريقة مادية جسدانية. She's still thinking carnally and superficially. لكن يسوع عاوز يقول لها، ما ردش عليها، قال لها ما فيش مقارنة بيني وبين يعقوب. And then Jesus never said to her, "There is no comparison between me and Jacob." مع أن يسوع أعظم شخص في التاريخ. Even though he is the utmost and the greatest personality in the history of mankind. أنيس منصور حاول يحط يسوع وسط 100 شخص من العظماء. A big writer that is very famous in Egypt, his name is Anis Mansour, wanted to put Jesus among the greatest people in the world. لكن يسوع كل مقارنة معاه مستحيلة. But it is impossible to compare Christ with anybody else. كل حكمة أخرى اعتراها الجهل، وكل صلاح آخر شابه النقص. For every other wisdom is nothing but foolishness, and every other education is nothing but ignorance. يسوع ليس له مثيل، هو الذي ولد من عذراء. For Christ, who is born of a virgin, has no one to compare. بيلاطس قال لم أجد فيه علة واحدة. Pilate said, "I cannot find even one fault." حلقه حلاوة وكله مشتهيات. His mouth is all sweetness and he's full of goodness.
لم يلعن حظه يوما. He has never ever cursed his luck one day. لم يرجع في كلامه يوما. He did not change his mind one day. لم يتردد في إجابة سؤال. He never hesitated to answer a question. لم يؤجل إجابة ولم يستشير أحد. He never delayed an answer or checked with somebody. جاوب كل معانديه ومقاوميه وتحداهم قائلا من منكم يبكتني على خطية. He answered and challenged all his opposing parties and he faced them with a question, who out of you can condemn me of one sin? تحققت في يسوع كل النبوات اللي اتكلمت عنه أكتر من 300 نبوة في العهد القديم. In him more than 300 prophecy were fulfilled in him from the Old Testament. يسوع كان منذ الأزل وجاء في ملء الزمان ويبقى إلى الأبد. He is from the beginning and he will continue forever and ever. ولد لننتمي له. ولد لنا لننتمي له. He was born for us so that we will become his. هل استقبلت يسوع مخلص شخصي؟ So the question, have you received him as your personal savior? استمرت السامرية مجادلة وهي بتقول أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. She continued arguing with Christ and she said that in this mountain we are to worship, but you are saying it is in Jerusalem. يسوع لها الساجدون الحقيقيون اللي هم ايه يسجدون لله بالروح والحق. But the answer that Christ gave her that the real worshipers will worship God with spirit in spirit and truth. انت بتقترب لله ازاي؟ How do you approach God? هل بتقترب للرب من كل قلبك؟ Do you approach him from the bottom of your heart? ولا بشفتيك فقط؟ Or is it only through your lips? بالروح يعني من كل القلب. When it says in spirit that means from the bottom of your heart. بالحق انك تخضع لكلمة الله بالكامل. And when it says worship in truth is to submit yourself to the authority of the word of God. كل كلمة الله. All the word. الوثنية انك تختار ما يناسبك وتطرق وتتجاهل الباقي. او Idolatry is that you I lost my vocabulary. That's okay. No. Idolatry is to worship everything else that suits you. Okay. Thank you. Now he understood. العبادة المقبولة انك تعرف الرب يعني بقولها العبادة للآب بالروح والحق الاب والابن والروح القدس الحق هو المسيح والروح هو الروح القدس. When Jesus said to her to worship the Father, he said to worship him in truth. So now the Son is talking, he is talking about the Father and also mentioning that the worship should be in the spirit. Here is the Father, Son and the Spirit. السامرية منتبهة. النقطة الثالثة السامرية منتبهة. The Samaritan woman was attentive. في عدد 25 in verse 25 قالت له المرأة The woman said to him أنا أعلم أن المسيح الذي يقال له المسيح يأتي فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. I know that there is a Messiah who when he comes he will tell us about everything. قال لها يسوع اسمعوا الإجابة دي. Jesus said to her أنا الذي أكلمك هو. I am he who speaks to you. مجد للرب. Praise the Lord. مجد للرب. Praise the Lord. الرب ما أعلنش ده لليهود. He did not even declare this to the Jews. لكن أعلنها لأبسط امرأة. But to this simplest woman. لأكتر امرأة ميؤوس منها. To a woman who was totally despaired. المرأة اللي كل المجتمع بيبص لها باحتقار. The woman that all the society looked down upon. لذلك لما التلاميذ جم اتعجبوا انه بيتكلم مع امرأة. Therefore when the disciples came they were wondering how come he is speaking to this woman. الرب يسوع زال كل الفوارق والنزاعات والعداوة. But Christ removed all the differences, all the enmity and everything that hinders. آخر حاجة نقولها علشان الوقت. السامرية كارثة. The last thing, because of the time, I want to say that the Samaritan woman was an evangelist. في عدد 28. In verse 28. فتركت المرأة. The woman left her jug. جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس. And went to the city and said to the people.
هلم منظره. Come and see. إنسانا قال لي كل ما فعلت. A man told me everything that I've done. لعل هذا هو المسيح. May he Christ, may he be the Christ. أول كريزة بالمسيح. This is the first move of an evangelist. التلاميذ رجعوا للرب يسوع بالأكل بالطعام. The disciples came to the Lord Jesus and they were bringing the food. السامرية جايبة ليسوع الطعام السماوي جايبه له المدينة كلها. But the Samaritan woman was bringing the whole city that is his food to know him. الرب بيستخدم أصغر أولاده. The Lord will use the youngest, the smallest. الرب يقدر يستخدمك مهما كانت إمكانياتك. The least God can use you regardless of your abilities. المسيحية ليست دعوة للكسل. Christianity is not an invitation to laziness. المسيحية دعوة للعمل. Christianity is an invitation to work, to labor. الرب يسوع قال ينبغي أن أعمل مدام نهارا. Jesus said, I must work as long as it's daytime. يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. For a night shall come where nobody can work. في بلاد كانت الكرازة فيها مفتوحة في كل مكان. There is a door for evangelism open everywhere. لكن أحيانا بيجي ظلمة على هذه البلاد وبتقفل الكرازة. But many times many countries will come and the darkness falls and they will close the doors for evangelism. لذلك يجب أن ننتهز الفرصة للكرازة باسم المسيح في هذه المدينة. Therefore we have to use the time and take advantage of the freedom and evangelize in every city by the name of Jesus. الرب لي شعب كتير في هذه المدينة. For God has many people for him in this city. لذلك يسوع لما قال طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني. So when Jesus said my food is to do the will of he who sent me. الرب يسوع بيذكرنا بمزمور 40 لما يقول أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. And he reminds us of Psalms 40. My will is to do thy will for thy will is within me. الطاعة مفتاح النصرة. الرب يسوع أطاع الآب وكرز وربح النفوس المهمشة. Obedience is the key to victory. Jesus was an obedient person to the Father. لا نيأس من أي شخص. Let's not despair because of anybody. السامرية لو أي حد سمع أن يسوع رايح يكرز السامرية كان هيقول له ما فيش فايدة فيها. If anybody heard that Christ was going to evangelize this Samaritan woman, they would have said, Forget it. There is no hope with this woman. متزوجة من خمس رجال. She has lived with five people. واللي عايشة معاه ما كانش زوجها. She was married to five and the one that she's living with is not her husband. لكن الرب النهاردة بيشجعنا ان احنا نروح ونربح النفوس. But the Lord is encouraging us today to go out and win the souls for him. اذهبوا الى العالم اجمع. Go to the world. وكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. And evangelize to the whole world by the gospel. يا حاملي آنية الرب تقدسوا لأن الرب سيصنع في وسطكم عجائب. Those who are carrying the utensils of God, be holy because tomorrow God will do wonders among you. لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. Do not be quiet, silent, and don't let him be silent. اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلا إلى حصاده. But ask from the Lord of the harvest to send laborers to his harvest. الرب يسوع لما كان شايف الجموع أعداد غفيرة كانت داخلة الهيكل أو المجمع وخارجة منه ولا تعرف شمالها من يمينها. Jesus saw these crowds coming to the worship. To the temple and they have no idea of what their right and their left is spiritually speaking. الرب يسوع تحنن وقال للتلاميذ انه اربع شهور وقت الحصاد ارفعوا عيونكم وانظروا الحقول قد ابيضت للحصاد. Jesus moved and had compassion upon these crowds and he said there are 4 months and then the harvest. Lift your eyes up and see that the fields are ready for harvesting. Spurgeon قال الجملة دي. Spurgeon said this. العالم يحترق. The world is burning. القبور تمتلئ. And the tombs are filled with corpses. والجحيم يبتلع. And hell is swallowing people. وأنت تملك أعظم بشارة. And you have the greatest
evangelism in your hand. أنت تستطيع أن تأخذ النفوس إلى بر الأمان. You have the good news in your hand. You can take them to the safe place. المرأة السامرية انقلبت حياتها رأسا على عقب. The Samaritan woman's life was went upside down. وقالت هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. And she started to witness saying, come and see a man told me everything about myself. لم تخجل. She was not ashamed. خرجت من دائرة الهوان من مستنقع الوحل. She went out of this area, the muddy area where she was moving, and the area of shame that she lived. أقام الرب على صخرة رجليها وثبت خطواتها. And the Lord put her on a rock, and He made her steps fastening. المسيح يغير كل إنسان. Jesus can change everyone. وكل إنسان حياته تغيرت بيشهد عن عمل المسيح في حياته. And every changed life will testify about that. الرب يسوع كان شايف أعداد غفيرة من المدينة جايين عليه. The Lord saw crowds coming toward him. وكأنهم كانوا لابسين ملابس بيضاء كلهم. And as if they were wearing white clothes. فقال لهم الحقول قد ابيضت للحصاد. He looked at them and he said that the fields are white for harvest. والحاصد يأخذ أجرة. And the harvester will take his reward. ويجمع ثمرا للحياة الأبدية. And he shall gather fruits for the eternal life. لذلك المزمور بيقول كده الذاهب ذهابا بالبكاء. That's why the psalmist says he who goes in tears. حاملا مبذر الزرع. Carrying his seeds with him. مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. He shall come back carrying the fruits. Enjoy. في البداية الرب عاوزك تخطط وعاوزك تصيغ الرؤية وعاوزك تبدأ تفكر في الكرازة في هذه المدينة. The Lord wants you to see the vision. He wants you to plan for it, and He wants you to work in this city. يمكن ما بتشوفش الحصاد بسرعة. Maybe we don't see the harvest coming soon. في وقت فلاحة. But there is time to till the land. تسمين وعرق وتعب وطاعة وخضوع للرب. Work, sweating, fertilizing, obeying the Lord. لكن سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. But in the meantime, in the proper time, we shall gather the harvest if we do not give up. الذاهب ذهابا باستمرار. So he who goes continuously with his seeds. Continuously. منطلق في الخدمة ذاهب ذهابا بالبكاء. Steadily and he's going with tears. مرة قلت ذهابا بالبكاء لواحد من الأسوس أصحابنا قال لي أنت عاوز جنازة وتشبع فيها لقمة مش عارف. I was saying in one time to one of my co-pastors, he who goes in tears, then he looked at me, he said, you want us all go in tears, it seems like you need a funeral so you can wail. فمعنى البكاء انك تكون متضع ومنكسر. But it doesn't mean that, but in tears means to be humble, broken before the Lord. معناها اني ما عنديش قوة في ذاتي. You understand that you have no self power. أنا ضعيف لكن قوتي في الضعف تكمل. You know your weakness, but in him your weakness changes into power. الله اختار ضعفاء العالم. For God chose the weak in the world. ليخزي الأقوياء. To disappoint those that think they are strong. جهلاء العالم ليخزي الحكماء. And the ignorant to disappoint the wise people. To silence the wise. ربنا يبارك. كلما زادت دموعك كلما زاد حصادك. So the more tears you have, the more harvest you shall get. بتبل البزار بزار الكلمة بدموعك قبل ما تغرسها. You water the seeds of the word with your tears. قلب مشتعل بالخدمة. A heart that is fervent, that is on fire for the ministry. فأعمال 20 عدد 19. In Acts 20:19. بولس بيقول الكلمات دي. Paul says. أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة. I serve the Lord humbly and with much tears. وبتجارب أصابتني بمكايد من اليهود. Many trials I have suffered from the Jews. في عدد 24. And in verse 24. ولكني لست أحتسب لشيء. But I consider nothing.
ولا نفسي سمين عندي. And I myself is not so dear to me. حتى أتمم بفرح سعي. Until I finish my course. والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. And the ministry that I have received from the Lord Jesus. بولس لا يبحث عن مدح. So Paul was not looking for himself. ولا تقدير الناس. And he was not looking to please people. بولس كان بيحتمل اضطهادات وشتائم وضيقات من أجل اسم المسيح. Paul suffered for the name of Christ curses. Torment and suffered. لأن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا. For the trials of the temporal world is not to be measured by the heavy glory that is waiting for us. تخيل معايا اللي زرعه بولس شغال لغاية النهاردة كل جيل ورا جيل. Imagine everything that Apostle Paul planted. It's still effective until today. واللي هتزرعه انت هيستمر شغال في كل الاجيال اللي جايه واللي بعديها واللي generation بعديها. After generation and that which you will plant will have the fruits in generations to come. الحصاد ده مبدا الهي. The harvest is here. كل بذره هترميها هتنتج ثمر. And every seed that you're going to plant will bring fruit. ان اجلا او عاجلا. Sooner or later. ما تتعجلش النتائج. So don't hasten things. لأن الرب هو الذي ينمي. For God alone is the one that brings forth the fruit. ليس الغارس شيئا ولا الساقي شيئا. For it is not he who plants or he who waters. كان في أسرتين في أمريكا. There were two families in America. الأسرة الأولانية مؤمنة وبتحب الرب وبتخدم الرب. A family that loved the Lord, believed in the Lord, and ministered to the Lord. والأسرة الثانية طلعوا بعاد عن الرب تماما ومؤمنين وسكرين وهكذا. And the other family were away from the Lord, all they worried about their own pleasure and drinking. الأسرة الأولانية خرج منها وزراء ورؤساء جامعات وضباط شرطة وأسوس وخدام. The first family produced to the society people in the government, people very respectable positions in society. والأسرة التانية خرج منها رؤساء عصابة ومدمنين وأشرار كلفوا خزانة الخزانة الأمريكية أموال طائلة. The second family produced criminals that caused a lot of money and a lot of expenses to the American government. مين اللي أفضل؟ Who is better? كل نفس بتربحها للمسيح. Every soul you win to Christ. بتغير في المجتمع كله. Changes the whole society. الرب النهاردة عاوزك تخرج. And the Lord is calling you tonight to go out. الحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية. For he who harvests will take reward and bring forth fruit for eternal life. كل الناس جم للمسيح. كل الناس وقالوا للمسيح اقعد معنا يومين كمان. The people of that village told Christ to stay with him for a longer time. ليه؟ لأن المرأة دي راحت قالت لهم جملة واحدة. They accepted Christ because the woman said one sentence. الرب النهاردة عاوز يدعونا. أنت بتتعب من أجل ملكوت السماوات. Christ is inviting us and reminding us that we are laboring for the kingdom of God. أنت بتنقذ ناس من الجحيم. You are saving souls from hell. أنت بتاخد عمل يفضل معك للأبد. You are doing work that will last forever. أنت بتنفذ وصية المسيح. You are executing the command of Christ. يسوع النهاردة بيدعونا للحصاد. Jesus is inviting us for the harvest. بيدعونا للكرازة. أمين. خلينا نصلي. Let's pray. تفضل حبيبي. أبونا السماوي ونعظمك. Our Father in heaven, we give you glory. شكرا على محبتك. Thank you for your love. اللي افتقدتنا في ملء الزمان. That came to us throughout ages. واختارتنا. And chose us. نحن الضعفاء. We the weak ones. الفقراء. The poor. المصدرع والغير موجود. The despised that are worth nothing. وأجلستنا على الكراسي. And you brought us and you made us sit on the respectable chairs. يا رب تعالى تعالى وسطينا تعالى ادينا حماس جديد للكرازة والخدمة. Come amongst us, Lord. Give us that enthusiasm and let our hearts burn
with that evangelism. في اسم المسيح. In the name of Jesus. بارك هذه الكنيسة. Bless this church. بارك رعيها وكل خدامها. And all the ministers and all that work here. آمين. Amen. آمين. شكرا. يباركك الرب. أمين. خلونا نقف مع بعض ونقول ترنيمة أشواق للبركة جوانا تشبعنا رضا وتفيد فينا. قول يا رب عايزين نكرز بكلامك بحرارة لأمر بالبركة في أيامنا. أمين. فينا تغمرنا البركة وتملانا أنهارها تفيد من حوالينا وبروحك تثمر في حياتنا وتبين ثمر الروح فينا وبنعطش لحياة البركة متضاعف اشراقة وجهك نستنى وانتج وتعالج أراضينا عايزينك تيجي بسلطانك تأمر لحياتنا بحرية تثبت في الحق يحررنا من كل خطية وعبودية من كذب وباطل نعطينا وبروح نشكرك لأنك تهمس إلى قلوبنا وتذكرنا بهدف وجودنا على هذه الأرض. لا تسمح أن مشغوليات الحياة تأخذنا فننسى الدعوة الأولى والعليا التي دعوتنا إليها وهي أن نعيش نور وملح في هذا العالم. بركة خاصة لكل نفس استخدمتها وكانت سبب بركة عبدك خادمك وللإرسالية
بتاعت أخونا نبيل أخ عيسى وكل اللي بيخدموا فيها. بنصلي بركة متزايدة ومتضاعفة لكي يكونوا دائما حصادين لملكوتك بثمار كثيرة. ادينا نعمة خاصة رب فتكون حياتنا دائما نور وشهادة لكل من حولنا. We thank you for everybody that's here, the group that came with us and participated in the worship, and we pray your blessings upon their lives. Lead them, use them. May they be a light in a dark world and be a salt in a rotten society. We ask all these things in Jesus' mighty name. Amen. والقادر أن يحفظنا غير عاثرين ويوقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الوحيد الحكيم مخلصنا له القدرة والمجد والكرامة، ونعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وتعزيات الروح القدس تكون معنا تدوم فينا من الآن وإلى الأبد.